حكم. صار 7 قد وزنه كرام؟ هسه كرام وزنه 60 كيلو. 60 كيلو غرام. حلو جسمه ناشف مرتب. أطلع طالب محافظة لاعب قديم. حلو. إن شاء الله عودة موفقة. رجع يعني هسه حاليا رجع. إن شاء الله يستمر ينزل بطولات. إن شاء الله. أيوه. زين ومحافظ على مستوى. يعني زين. أرجع ديك شاري ورا. رجع حماس. جاي مرة ياخذ النصيحة. ومستمر بالتمرين يصير. إن شاء الله. ويحصل نتائج إن شاء الله. إن شاء الله. قلنا احنا بعد الامرايه ما فيها دور تحفظ البارد. حلو جيد. بطنك بطنك خلينا نشوف عضلات البطن. حلو ما شاء الله ناشف. حلو عنده نشافيه. بقلاوه بطن. والله حطلع حظله بطنك. اي حلو ما شاء الله. هو من اللاعبين المتميزين بالمحافظه. ممتاز في العضلات ما شاء الله. عنده من الله. حلو حلو ما شاء الله. والله عيد لي تراي تراي سوي تراي. بطل كرار تحت الاشراف الاستاذ سمد ما شاء الله. بس احنا يكون عنده بعد اقوى اهم شيء يكون ما يترك. لا لا القطاع ياثر على مستواه. عنده ضرب وضار وما اشترك بالبطوله. نتمنى له التوفيق ان شاء الله. ان شاء الله البطوله الخاصه راح نحطها بعد اكثر ويستمر بالتمرين ويجي يحصل نتيجه ان شاء الله. والله عيد لنا البطل عيد لنا المعده المعده. ما شاء الله. اندار ظهر اندار. ادبر. مو بس حضرات انجاز بالافلام. ما شاء الله. حلو. حلو رجع يديك شوي لورا. اي ان شاء الله كل ابطالنا اصحاب اخلاق حلوه يستاهلون كل التوفيق ان شاء الله. بطل كرار تحت اشراف الاستاذ سمد مركز النجاح للرشاقه بناء الاجسام الحبوبي فرع كافيه الجنز. نرحب كل ابطالنا الاعزاء بطاعتنا نشوف هاي تدريباتهم نتمنى التوفيق للجميع. لا تنسونا بلايك واشتراك في القناة اللي ما مشترك وفعل الجرس. تحياتي للجميع اخوكم كابتن فرح حلاوي بطل علاوي لاعب مميز ان شاء الله. ان شاء الله على راسنا كل ابطالنا. تحياتي للجميع.